يوم المهدي هو يوم الحسين، ولذلك الإمام المهدي رايته كتب عليها يا لثارات الحسين. مو معنى يا لثارات الحسين أن المهدي ذبح أهل السنة مثل ما بعضهم يقول، لا، ثارات الحسين هي ثارات الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، وثارات الله هي الانتصار للقيم. الحسين ثار من أجل القيم، الحرية، الكرامة، الإباء، العزة. يا لثارات الحسين يعني أن حركتي هي حركة جدي الحسين، الانتصار للمبادئ والقيم ومحو الظلم وإقامة العدالة، هذا معنى يا لثارات الحسين. فيوم ظهوره امتداد لصرخة الحسين ولثورة الحسين عليه السلام، هذه الثورة التي انطلقت من أجل رفض الظلم والطغيان.